منتصف ظهيرة الجمعة فاجأ صوت الانفجار ومنظر النيران هذا سكان حي سربست الهادئ وسط أربيل. تبين لاحقا أن الانفجار ناجم عن عبوتين لاصقتين ثبتتا في هذه السيارة. راح سائقها ضحية وهو ضابط أمن كبير من السليمانية، وأصيبت زوجته وشقيقته وطفله. أول مرة يعني صادف لي هيك الشغلة، عبوات لاصقة بأربين، ما مصادف ما سامعين بها أبد. ساعات فقط وأطلقت مفارز قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان عملية خاصة أسفرت ساعتها الأولى عن اعتقال شخصين، فيما تشير مصادر إلى أن المعتقلين كانا من ضمن فريق حماية الفقيد. ولتفكيك خيوط القضية تواصل السلطات الأمنية التحقيقات للوقوف على ملابساتها وكشف غموضها. ننتظر اللجان التحقيقية ما تقوم به اليوم من كشف لهذا الموضوع. بالتأكيد الموضوع يعني جديد على أربيل، أربيل مستقرة وبعيدة كل البعد عن مثل هذه الأعمال. الضحية العقيد هاوكار عبد الله كان قد طلب نقل خدماته مؤخرا من السليمانية إلى أربيل، وفيما تواصل الجهات المعنية تحقيقاتها يصف مجلس أمن إقليم كردستان الحادث بالإرهابي. سكان المنطقة يستغربون مثل هذه الحوادث في أربيل، هذه المدينة لم تعتد على أصوات العبوات الناسفة وعمليات الاغتيال. الجميع هنا بانتظار نتائج التحقيق. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في.